أهلا بكم من جديد. استأنفت شركة فوسفات قفصة نشاطها جنوبي تونس بعد توقف دام حوالي 5 أشهر بسبب تنامي الاحتجاجات العمالية ومطالبة المئات من شباب المنطقة بالتشغيل والإدماج في المنشآت التابعة للشركة. وأفاد مدير إقليم شركة فوسفات قفصة أن عمال وموظفي الشركة التحقوا بمواقع عملهم بعد فض اعتصام عدد من المحتجين. ومن جهة أخرى دعا الاتحاد المحلي للشغل بمحافظة قفصة المحتجين إلى التعقل والكف عن كل تحرك يشل نشاط المرافق الاقتصادية. وكانت شركتا فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي وهما من أكبر المشغلين للعمالة في قطاع الفوسفات في تونس قد أعلنتا أمس الجمعة اعتزامهما توظيف أكثر من 2000 عامل في محاولة لفك الاعتصامات. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس رمزي أفضال صحفي متخصص في ملف الحوض المنجمي. أرحب بك معنا سيد رمزي. نعم. وأبدأ معك سؤالي الأول. مساء الخير. إلى أين انتهت إضرابات العمال التابعين لشركات الفوسفات أو الذين يحاولون أن يلتحقوا بالعمل في شركة الفوسفات الوطنية؟ هل انتهت الإشكالية؟ هل انتهى الإضراب أم ما زال قائما حتى هذه اللحظة؟ هناك جزء من الإضراب انتهى في مدينة المضيل التي كان معطل فيها إنتاج الفوسفات منذ شهر مايو الفارط. صباح اليوم تم حل هذا الإشكال في هذه المدينة المنجمية مدينة المضيلة، واستؤنف تدريجيا عمل الشركة في انتظار أن يتم أيضا إيجاد حلول. أن مدينة المتلوية التي تنتج قرابة 60% من إنتاج شركة فوسفات قفصة ما زالت منذ يوم الاثنين الفارط معطلة عن العمل تقريبا في أجزاء كبيرة من الوحدات الإنتاجية. مدينة رديف هي الأخرى منذ شهر جانفي الفارط معطل فيها هذا العمل داخل وحدات الإنتاجية لشركة فوسفات قفصة نتيجة هذه الاحتجاجات المتواصلة. تقريبا في هذا هو الوضع أو قراءة أولى لوضع شركة فوسفات قفصة التي تعمل الآن بنسبة قليلة جدا، وهذا ما أثار تساؤلات السياسيين، تساؤلات أيضا النقابيين من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. يوم أمس أصدر بيانا مساء أمس في صفحتين تقريبا في أغلب فقرات هذا البيان تحدث على أزمة الشركة، تحدث على أن الشركة تمر بمشكل كبير، الشركة تضررت نتيجة هذه الاعتصامات، تحدث على ضرورة إيجاد الحلول، وفي جزء صغير من هذا البيان تحدث على ضرورة أن يستمع المعتصمين المحتجين في هذه في مدن الحوض المنجمي إلى لغة العقل ويتم حل هذه الاعتصامات في انتظار أن تستجيب الدولة لمطالبهم بخصوص التشغيل. يعني هنا الشركة تقريبا منذ شهر جانفي الفارط إلى حدود شهر أوت تقريبا أنتجت 2.8 مليون طن، وكان من المؤمل أن تنتج تقريبا 5 مليون طن، وفي نهاية شهر ديسمبر من المنتظر كانت أن تنتج 6 مليون طن، لكن اليوم تقريبا في 8 أشهر تنتج 2.8 مليون طن. هذا تراجع كبير وغير مأمول بالنسبة لانتظارات شركة فوسفات قفصة. طيب، مع الوضع في الاعتبار أن تونس في المرتبة الرابعة إلى الخامسة في إنتاج الفوسفات على مستوى العالم، وأنتجت عام 2010 تحديدا ما يقرب من 8 مليون طن من خام الفوسفات، تراجع ل 2.8 كما قال ضيفي من تونس. ينضم إلي ضيف آخر من تونس عبر الهاتف السيد محمد ماجدي معتصم بمغسلة الفوسفات. أرحب بك معنا سيد محمد. ما هي أهم مطالب المعتصمين في مغسلة الفوسفات سيد ماجدي؟ الله يبارك. سيد محمد ماجدي معتصم بمغسلة عدد 4 معتصمين في مكتبة ولاية قفصة. مطالبنا التشغيل فورا لا أكثر. نحن عندنا من 2015 عندنا محضر جلسة خاصة السيد رئيس الحكومة السيد حبيبي سيد في 15 جوان محاضر جلسة و15 جويلية حالات اجتماعية تعدد علينا تو قداش من الحكومة إلى يومنا هذا لما تلبي مطالبنا. نحن ما زلنا مقيمين في الاعتصام في مغسلة 4 إذا لم يأتي منا أي رد فعل من هذه الحكومة ولا قبلها.
طيب سيد مجدي، البعض يتحدث ان حكومه السيد يوسف الشاهد يعني لم يعني حتى لم تبدا عملها الا من ايام قليله، الا يجب كما قال حتى اتحاد الشغل ان تتعقل ولو شيئا يسيرا حتى تقوم الحكومه بمهامها بشكل او باخر، ان تعطوا الحكومه فرصه للحل؟ صحيح الحكومه بدات جديده ونعرفها ما عندهاش ايامات يومين او ثلاثه عن السيد الشاهد هذا رئيس الحكومه ومع السيد السيد هاشم الحميدي المكلف بشؤون الحوض المنزلي وكانسان ابن المدينه يعرف تفاصيل مدينة بالضبط على شركة الصفقات ونحن لازمنا نعاونوه ونوقفوا معاه في أي لحظة وعن الحق. أما الصفقة ديما مطالبنا عاجلة ونحن ما زلنا معتصمون بمسألة رقم 4. لكن أنتم مستمرون في اعتصامكم سيد ماجدي، لن تنفكوا عن هذا الاعتصام قريبا. لا، لأنه نفكر هذا الاعتصام ولو كان بالقوة، نحن ما زلنا معتصمون إلا الشغل. طيب في اقرب وقت ممكن. طيب ابقى معي سيد ماجدي، واتحول الان لضيف اخر عبر الهاتف من تونس، السيد نور الدين طبوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. ارحب بك معنا سيد طبوبي. مرحبا بك وتحيه الى كافه مستمعين الجزيره مباشره. نعم اشكرك. سيد طبوبي، دائما الاتحاد العام للشغل ينحاز الى العمال والى الموظفين والى مطالبهم. في هذه المره تحديدا بيان الاتحاد العام للشغل تحدث عن التعقل واعطاء فرصه للحكومه. هل هذا انحياز للحكومه ام احساس ان الحكومه ليست لها الا ايام قليله وبالتالي يجب اعطائها الفرصه؟ تفضل. اولا اخي، الاتحاد العام التونسي للشغل يكون منحاز دائما الى المصلحه الوطنيه والى ابناء شعبنا في همومهم ومشاغلهم. يعني الازمه الحقيقيه في شركه فوسفات قفصه وفي اهلنا في جهه قفصه هي مشكله تتعلق بالحكومات المتعاقبه التي لها الوعود التي غير قابله للتسليم. في كل الدول معناها المناطق المنجميه تحظى بتمييز ايجابي وبخصوصيه في بعض الثروات الناتجه عن الفوسفات ترجع الى الاهالي للتنميه. احنا متفاهمين معناها ابناء شعبنا في قفصه يعانوا من البطاله ويعانوا من الوضع البيئي اللي يعانوا من مجناه من الفوسفات قفصه ومن المناجم الا الامراض معناها الخبيثه وغيرها. البنيه التحتيه متهريه، الوضع الصحي للمستشفيات حدث ولا حرج. فعيل صبرهم وطال صبرهم بالوعود الغير منها قابله للتشكيل. اليوم لابد من البحث عن الحلول الملائمه، والحلول الملائمه تكمن في بعض عائلات الصفات لابد ان ترجع في التنميه، تستغل في التنميه في جهه قفص، خاصه قفص حسب دستور البلاد من الجهات التي لابد ان تحظى بالتمييز الايجابي. واللي عاقل ان يكون شركه فوسفات قفص، وهذا نفس التفكير لدى ابنائنا في جهه قفصه، ليس بالممكن ان تكون تشغل كل ابناء قفصه، ولكن علينا ان تستثمر في بعض الاستثمارات الاخرى التي قادره ان تستوعب اليد العامله في جهه قفصه والتي قادره ان تضر على البلاد وتدور في الدوره الاقتصاديه ككل للبلاد. الاتحاد العام في الشغل كما قلت دائما وابدا يدعو الى التعقل ويدعو الى الحكمه. نعم، ولكن لابد من المعالجه الفوريه لكل المشاكل المطروحه. طيب، في جهه قفصه. طيب، وغير جهه قفصه. طيب سيد طبوبي، رئيس الحكومه الجديد يوسف الشاهد يتحدث على ان هناك ستكون اجراءات قويه ضد كل من يعطل العمل والانتاج في تونس، لعله بشكل او باخر كان المح الى اعتصامات قفصه واعتصامات الفوسفات. هل ترى ان هذا الكلام طبيعي ومنطقي بسبب ان هذه الاضرابات كان لها تاثير سلبي على الاقتصاد التونسي، ام كان يجب من السيد يوسف الشاهد ان يكون يعني حتى من خلال التصريحات يعني اكثر تراجعا من ذلك ويلتمس الاعذار لهؤلاء؟ سيد طبوبي، هل ما زلت معي؟ طيب
من الواضح انه انقطع الاتصال بيني وبين السيد نور الدين طبوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشؤون كان معي عبر الهاتف. اما الان فقبل ان اواصل مع ضيوفي الكرام اتحول الى الزميله بدر سليم والتي ستعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدينا فيما يخص هذه الاعتصامات. اليك بدر. اهلا بك من جديد واهلا بكم مشاهدينا. نستعرض التعليقات عبر فيسبوك. مصطفى خليل يقول: كما حصل في كل بلاد الربيع العربي تعرضت الثورة التونسية إلى اختطاف من النظام القديم تحت اسم انتخابات نزيهة، وهي اليوم تعاني من الفساد وكأن ليس هناك ثورة. تعليق آخر من طارق يقول: الشعب التونسي سينتفض في القريب العاجل لأن هذه الحكومة ستفشل نظرا لسيطرة الدولة العميقة على دواليب الدولة وبعض من أذناب النظام السابق، وهذا بحسب رأي طارق. رمضان يقول: لو حكومة ناجحة تستطيع أن تحتوي أي احتجاجات وحتى لو كانت مدبرة. ننتقل إلى تعليق يقول: مهمة الشاهد صعبة للغاية. تعليق آخر يقول: هذه الحكومة جاءت لتتستر على رؤوس الفساد في تونس لا لتحل مشاكل العمال والإضرابات المتواصلة. أخذنا تعليق أيضا مصطفى خليل. نشكركم جزيلا على تعليقاتكم ونعود إليك أحمد. شكرا جزيلا لك بدري. ومنك أذهب إلى ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس الصحفي رمزي أفضل. رمزي، هل تتوقع من خلال متابعتك لهذا الملف أن يحدث صدام مبكر بين رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد وبين الإضرابات العمالية والاعتصامات المختلفة وعلى رأسها إضرابات الفوسفات أم لا؟ من الصعب جدا أن توجد هنا يوسف الشاهد أن يتخذ هذا القرار، نظرا من غير المعقول أن يتخذ قرار بالتدخل بالقوة لفض هذه الاعتصامات. أريد فقط في بإيجاز أن أوضح أن معظم الوحدات الإنتاجية في مدينة المتلوي، في مدينة المظيلة، في مدينة إرديف، في مدينة أم العريس، هذه المدن المنجمية الأربعة، أغلب الوحدات الإنتاجية موجودة وسط تجمعات سكنية، وبالتالي عندما يتدخل الأمن لفض هذه الاعتصامات بالتالي سيصير هناك صدام حتى مع الأهالي، أهالي المعتصمين، لأن هذه الوحدات الإنتاجية موجودة داخل هذه المدن وفي وسط المدن. يعني الاعتصام الموجود الآن في مدينة المتلوي في أحد مغاسل إنتاج الفوسفات موجود وسط المدينة، اعتصام أيضا أصحاب الشهائد معطلين عن العمل في مدينة المتلوي يوجد وسط المدينة، ومن الصعب جدا أنه أمنيا أن يتم حل هذه الاعتصامات. وبالتالي رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو من أولوياته ملف الفوسفات، وكان اجتمع في ثاني يوم بعد توليه رئاسة الحكومة، اجتمع مع نواب مجلس نواب الشعب عن جهة قفصة وتحدث معهم وتناقشوا بخصوص هذه الإشكالية، إشكالية الفوسفات. النواب رفضوا التدخل الأمني، وبالتالي تحدثوا على أنه تم طرح مطالب المعتصمين، تم طرح إشكاليات قفصة، إشكاليات قفصة، إشكاليات الحوض المنجمي ليست وليدة هذه السنة، ليست وليدة هذا الشهر، هي تقريبا منذ سنوات، والخمس سنوات الأخيرة، الخمس سنوات الأخيرة كل سنة تقريبا هناك مجموعة من الاعتصامات، تقريبا تتوقف في السنة مرتين أو ثلاث مرات شركة فوسفات قفصة نتيجة هذه الاعتصامات. نعم، على أي حال أشكرك شكرا جزيلا السيد رمزي أفضل الصحفي المتخصص في ملف الحوض المنجمي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس. كما أشكر ضيفي عبر الهاتف محمد ماجدي معتصم بمغسلة الفوسفات. كما أشكركم مشاهدين على طيب متابعتكم لهذه النافذة. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.